تعالوا بقى نروح نتعرف مع بعض على اخر المستجدات واخر اخبار النادي الاهلي من زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم مراسله قناه النادي الاهلي من مقر النادي بالجزيره. صباح الفل عليك يا هنا وسامعينك، اتفضلي. صباح الخير عليكم يا نهاوند ويا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد مليان بالطاقة الإيجابية والتفاؤل كالعادة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وهنقول لكم آخر الأخبار داخل النادي. في البداية هبدأ بالأخبار الاجتماعية. الحقيقة أنه مبارح استقبل كابتن محمود الخطيب رئيس النادي بعثة الهيئة العامة لتعليم كبار السن، وتم عقد بروتوكول لتعليم 240 فرد من العاملين داخل النادي سواء بالمقر نادي الجزيرة أو فرع شيخ زايد أو فرع مدينة نصر. الحقيقة أن أبرز ما صرح به دكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة أن البروتوكول ده هيكون خطوة كبيرة ومهمة ومحورية في تطبيق رؤية مصر 2030. كمان معانا خبر تاني ليه علاقة باللجان، وهو أن لجنة المرأة تحت إشراف اللجنة العليا بالتعاون مع الإدارة التنفيذية حابة تعلن أن هيكون في احتفالية يوم الجمعة القادم الموافق طبعا ل30/10. الاحتفالية هتكون بمناسبة المولد النبوي الشريف. حابة أقول لكل الأمة الإسلامية كل سنة وهم طيبين. الاحتفالية هتبدأ الساعة 7:30 وهتكون هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. هيحيي الحفل المنشد الديني محمود هلال، طبعا منشد الوطن العربي، وكمان هيكون في أغاني وطنية هتقدمها لنا الموهبة الصاعدة أمل أحمد. دي الأخبار الاجتماعية. نروح بقى لأخبار الفرق الرياضية. طبعا في البداية هنبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. الحقيقة أن مبارح تم استئناف تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بعد الراحة لمدة يومين بعد مباراة الوداد، والحقيقة أنه حرص المدير الفني بيتسو موسيماني على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل التدريب. الحقيقة أن أبرز ما قيل في الجلسة دي هو أن اللاعبين لازم خلاص يقفلوا صفحة مباراة الوداد ويركزوا جدا فيما هو قادم اللي هو مباراة أمام طلائع الجيش يوم السبت المقبل بإذن الله، ودي هتكون الجولة الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز. الحقيقة بشكل عام المران كان مبني على تدريبات بدنية خفيفة، وكمان اللاعبين قاموا بعمل تقسيمة أو زي ما بيسمى بالتراي ماتش. كمان كان في برنامج تأهيلي لكل لاعبين المصابين اللي هم علي معلول، أيمن أشرف، مجدي أفشة، مروان محسن، ورامي ربيعة. طبعا كل ده بنأهلهم لأن هم يرجعوا يشاركوا مرة تانية في التدريبات الجماعية، وبنتمنى لهم الشفاء في أقرب وقت ممكن. نروح بقى لأخبار الألعاب الأخرى، ومعانا خبر ليه علاقة بفريق تنس الطاولة. والحقيقة أنه أعلن كابتن رؤوف عبد القادر امبارح عن تجديد مع لاعب النادي الاهلي سيد لاشين، طبعا اللاعب الفريق تنس الطاوله. والحقيقه ان كابتن رؤوف صرح ان دي هتكون خطوه مهمه جدا، لان طبعا هو لاعب اساسي ومن اهم اللاعبين في فريق تنس الطاوله. اما بقى على صعيد اللاعب، فالحقيقه ان اللاعب عبر عن سعادته الشديده وانه بيوعد الجمهور انه هيتم التركيز على حصد المزيد من البطولات سواء المحليه او كمان القارية. طبعا بنتمنى له التوفيق والتألق زي ما اللاعب سيد لاشين دايما ما عودنا مع النادي الأهلي. دي أهم أخبار الفرق الرياضية وكمان الأخبار الاجتماعية داخل النادي. العودة ليكم مرة تانية يا نهاوند ويا كريم في الاستوديو. بنشكرك شكرا جزيلا الزميلة العزيزة هنا أبو القاسم مراسلة قناة النادي الأهلي، ومستمرين مع حضراتكم بسلسلة أخبار.